حلقة جديدة من حلقات المفتش أبو جلمبو. الرطوبة خفت والشتاء قرب والجو صار منعش ولا أحسن، فقرر أبو جلمبو يقتنص الفرصة ويروح على الواجهة البحرية بجدة. ولكن كان فيه تجمهر غريب عند عربية الآيس كريم. أبو جلمبو ما كذب خبر وقرب من التجمهر عشان يبغى يعرف إيش اللي حاصل. التوك توك 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 يا وشقة عمري، وراجلي الشمال وقعتني من النقلة للتانية. ده أنا خريج هندسة وبدور على عروسة كويسة، أنا بشتغل ليل نهار عشان أحوش وأمنع نفسي من الدمار، وبسهولة كده على رأي الفنان محمد فؤاد فوقش. يقولتش التوك توك اللي حيلتي ده أنا لا لو لا خلاص يا أبو جلمبو، أنا آسف كفاية فوقش، ده أنا لو رميت همومي في البحر هيطلع السمك. يقولتو أنا مش مغفل يا كبير، ولو ما جبتش التوك توك هعرف انا ازاي اجيب. المفتش ابو جلمبو حس بطعنة غدر صارت للمغلوب على امره توفيق توك توك، وقرر يحل القضية ويرجع التوك توك لاصحابه. وكالعادة بدأ يبحث ويسأل ويستقصي لما مسك اول خيط في القضية من خلال شكوكه في ثلاث مشتبه فيهم كانوا موجودين بمسرح الجريمة قبل سرقة توك توك توفيق. المشتبه الاول غربوش بن فدغوش. ياك يا ابو جلمبو زعلتني باتهامك عدد ما يزعل على الموز تفاح، ولا تظن كل من شاف هالتوك توك معجب به يمكن بيتحمد ربه ما طاح فيه، ومو كل من شكيت فيه شايل شوك، ترى شوك الشك ما حد يفهمه، ولا كل من اتهمته تشيل الاشواك، وش رايك اخذك بالعراوي نطع السوا. المشتبه الثاني منى مانيوال. هلو 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 أبو جلمبو دير، بارك لي، أخيرا أخذت الرخصة بعد طول انتظار وعذاب. أعشق السيارات السيدان أوتوماتيك، لكن يا الله كل ما أدخل اختبار رخصة السواقة يسقعوني بسيارة مانيوال، إلين ما طلعت قروني وصار عندي مرض نفسي اسمه مانيوال، لكني قهرتها وصرت أعرف أغير من واحد لاثنين لثلاثة. ومن قوة حماسي ما صرت أسوق غير مانيوال في أي مكان وأي زمان. المشتبه الثالث حاتم الفاهم. توك توك إيش اللي تتكلم عنه يا أبو جلمبو؟ أنا في إيش وإنت في إيش؟ أنا لسه من يومين مشارك في مسابقة السحب على سيارة أحلامي الصائق الفضية اللي مسوينها هنا في الواجهة البحرية، ومتحمس وبدعي ربنا تكون من نصيبي، ولو ما فزت هزعل، وأنا زعلتي وحشة يا أبو جلمبو. الله لا يوريك زعلي، بس أنا برضو متفهم ومقدر وضع الأخ توفيق توك توك، وما تدري يمكن لو شارك في مسابقة السحب اللي بقولك عليها يمكن يتوفق توفيق وتصير الصاعقة الفضية من نصيبه، وهو بالذات ما رح أزعل منه لو فاز بالسحب. المفتش أبو جلمبو. أقول أحس إني كفشته، وإنتو كفشتوه؟ وإنتو أكيد عرفتوا مين سرق التوك توك حق توفيق توك توك. هل هو واحد خربوش بن فدغوش، اثنين منى مانيوال، ثلاثة حاتم الفاهم؟ ارسل رسالة على واتساب الإذاعة بالإجابة الصحيحة على رقم 055-66-89-001، وحيعرض اسم الفائز والإجابة الصحيحة في برنامج السهرة أحلى.